أولا حجم السرقة وطريقة السرقة. السرقة لم تكن من شخص عادي، بل كانت من فريق متكامل، وللأسف أركان قد تكون الدولة العراقية أو جزء من أركان الدولة العراقية هي من مهدت وسهلت، ولكن ألبست بشخص معين اسمه نور زهير. هذا مو معناته تبرئة. أركان الدولة العراقية هاي هو أبيها تفاصيل. أركان الدولة العراقية، الطبقة السياسية الحاكمة هي من تتحمل وزر هذه الجريمة الكبرى، لأنه بصراحة من نحكي على خرق السيادة، هذا الحادث، هذه الحادثة تعد خرق للسيادة العراقية، لأن أنت ضربت الأمن القومي العراقي، ضربت الاقتصاد العراقي، ضربت المؤسسة العراقية، ضربت القوانين العراقية زي. فبالتالي كانت تحتاج إلى رعاية واحتناء كبير جدا، خصوصا من الادعاء العام ومن السلطة القضائية أكيد والحكومة العراقية.